السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن. النهاردة هتكلم في موضوع، يمكن موضوع ملهاش دروس عربية كتير جدا، اللي هو تصميم الايكونز. ازاي اصمم ايكونز خاصة بالويب سايت بتاعي؟ في الحقيقة تصميم الايكونز هو عبارة عن سهل، يعني مش قصة كبيرة، ممكن اي ديزاينر يعمله. بس هي المشكلة كلها دايما بتبقى في الفكرة. لو انت عندك فكرة كويسة تعرف تطبقها على الفوتوشوب كويس، هيبقى الموضوع سهل معاك. انما المشكله كلها دايما بتبدا في الفكره. لو بصينا هنا على الايكون زي بتاعت البي اتش بي ديزاينر، ده برنامج ايكون بسيطه جدا، اختلاف الوان، هو مجرد كتاب. يعني اعتقد اي ديزاينر في المستوى المتوسط ممكن يقدر يعمل نفس الشكل تقريبا. بس هي المشكله كلها في الفكره، تمام؟ هي المشكله كلها في الايقونات، دايما الفكره. انت عايز تعمل ايكون شكلها عامل ازاي؟ التطبيق بيبقى سهل دايما، لو المشكلة كلها في الفكرة. لو عندنا زي فايرفوكس، طبعا ايكونز رائعة جدا وسهلة كمان في الديزاين بتاعها، يعني مش قصة كبيرة قوي. هي صحيح معقدة نوعا ما، بس لو انت عايز تعمل واحد زيها وانت في مستوى تاني متوسط هتعرف تعمله. يعني ايكون زي بتاعت جوجل كروم، طبعا ايكون بسيطة جدا جدا وسهلة جدا جدا. طيب في طبعا مواقع ايقونات جاهزة زي ايكون فايندر، طبعا ممكن تدور على جوجل هتلاقي ايكونز كتير. طبعا انا طبعا حاولت انقي ايكون تكون صعبة شوية عشان نقدر نرسمها، زي الايكون بتاع الفولدر دي احنا هنرسمها النهاردة ان شاء الله. فان شاء الله تستفيدوا من الدرس. وزي ما انتوا شايفين، يعني لو بصينا انا عملت سيرش عن هوم، فهنا اي ايكون طلعت شكل الهوم او المنزل، تمام؟ بس طبعا هي الموضوع كله ان كلهم منازل او هوم بعبارة عن كلمة هوم، بس طبعا الاشكال مختلفة. ليه؟ لان الافكار مختلفة. فهو الموضوع موضوع فكرة مش موضوع ديزاين، لا هو موضوع فكرة. ازاي ترسم البيت، ازاي ترسم البيت ويكون شكله حلو، بس مش اكتر. انت طالما وصلت لك الفكرة او الخطوط العريضة اللي فكرة انت تستخدمها، الموضوع سهل. ان بعد كده بقى موضوع الديزاين، يعني اعتقد في ناس كتير او بتفهم فوتوشوب يعني مش محتاجة يعني. طيب هنشوف بس الايقونه اللي معناها ازاي هنصمم واحده زيها. طبعا دي الايقونه بتاعتنا. تعال نروح نفتح عمل جديد، خليه طبعا مثلا 100 بيكسل، 100 بيكسل او اكتر زي ما انا عايز، يعني مش شرط 100 بيكسل. تعال بس نطلع الايقونه دي لوحديها عشان نقدر نشوف احنا نتعامل معاها. طبعا هو هنا عامل عباره عن بوكس مربع، مربع صغير خالص اهو. تعالوا نجيب ال rectangle tool. طبعا المفضل او recommended او الافضل ان انا استخدم ادوات ال path وال bend tool، ما استخدمش ادوات selection، لان ادوات selection لما اجي ارسم بيها والايكون هتبقى صغيره هيبقى شكلها وحش. انما ال rectangle الادوات ال path هتبقى جودتها اعلى. تمام، ابدا ارسم مستطيل بالشكل ده. اوكي كده، اوكي. وبعدين هدي له اللون اللي هو يكون اللون ده اللي هو الخلفية خالص اللي هو ده. اوكي، بعدين هبدأ انسخ المستطيل ده مرة تانية وابدأ ادي له اللون اللي هو الغامق شوية ده اللي هو ده. اوكي، يبقى انا عندي دلوقتي مستطيلين، الاول لون اغمق واللي تحت لون فاتح، تمام. طيب هو الغامق هنا متشال منه جزء فوق، احنا عايزين نشيل الجزء ده، هنعمله ازاي؟ ممكن نعمله عدة طرق. ممكن نعمله من خلال الماسك، نعمله من خلال الماسك باث، تمام. نعمله بطرق كتير جدا، ممكن نرسم في اي باث صغير كده بالشكل ده. طيب هنجيب البين تول، نبدأ نرسم مثلا من هنا كده خط معوج صغير كده، نبدأ نرسم بالشكل ده كده هنا. بقى انا عندي دلوقتي ثلاث اشكال. الشكل الاول اللي هو ده حسب اسمه دلوقتي حالا، الشكل التاني اللي هو مربع الغامق، الشكل التالت اللي هو مربع الفاتح. طيب هقوم دايس كنترول وادوس على المربع الصغير، وادوس كنترول، تمام، و ادوس عذرا دوس كنترول والت وادوس على عذرا عذرا انا عايز اعمل سلكشن على المربع الكبير. عملت سلكشن، ادوس كنترول وادوس على المربع اللاير الكبير، فانا عملت سلكشن عليه. وبعدين ادوس كنترول والت عشان الغي من السلكشن، وبعدين ادوس على المربع الصغير، فالاقيه عمل لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
بعدين اقوم رايح على المربع الكبير اعمل له ماسك. تعال بقى نخفي المربع الصغير ده، خلاص مش عايزينه. شايفين بقى الشكل عامل ازاي بالظبط؟ اهو بقى المربع الكبير عم يعمل له ماسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوكي، نلاحظ هنا ان المربع الكبير ده مش نفس اللون، يعني هنا لون افتح وهنا لون غامق. فاحنا نعمل الكلام ده ازاي؟ نروح نعمل جراديان اوفرلاي. اوكي، وفوق خالص عند الابيض نحط اللون بتاعنا ده. اوكي، وتحت خالص تعالى نحط اللون الاغمق شويه او اللون ده. تعالوا بس نطلع الغامق، نخلي تأثيره أكتر شوية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن أكتر سنة كمان. أوكي كده، أوكي. بعدين هنلاقي تحتيه عامل مربع لونه أبيض بالشكل ده. هنجيب الريكتانجل تول برضو، نبدأ نعمل هنا مربع تحت الجزء ده سنة كده كده بالشكل ده. اوكي، دي اللون الابيض ده. بقى كليك هنا ندوس دي اللون الابيض ده. اوكي، وهدوس على المربع اللي هو الابيض والمربع الازرق الكبير، واروح على الموف طول واخليهم في النص بالنسبه لبعض. نو اوكي، نلبس هنا ممكن نقلل المربع ده سنه صغيرة كده بالشكل ده عشان يبقى في النص بس. أو ممكن نزوم نظبطها بالظبط، وهنا مربع تاني كده بالظبط بقت متساوية. ممكن نزوم بقى عشان نظبطها من فوق شوية كده، اعتقد تمام بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كله. طيب طبعا هنيجي هنا نقول له انر او انر جلو. انا استخدمت انر جلو هنا عشان انا عايز التأثير يجي على كل الاطراف. لو استخدمت الانر شادو هلاقي التأثير بيجي على طرفين بس، اللي هو الطرف ده والطرف ده. انما لما استخدم الانر جلو هلاقي التأثير بيجي على الاربع اطراف. تمام، فانا هاجي على الانر جلو اختار الوضع نورمال واختار لون اغمق من ده شويه بالشكل اللي انتوا شايفينه، اغمق سنه كمان اغمق. اوكي، وممكن نزود السايد نخليه 3 بيكسل مثلا. ممكن نقلل بقى الاوباستي. اوكي كده، اوكي يبقى انا عملت شكل مقارب تقريبا للشكل اللي انتوا شايفينه. تعالوا بقى نعمل الجزء اللي هو بتاع المربع ده. طيب هو بسيط طبعا، هنجيب بنتول نتأكد ان هي في الوضع شيب، ونيجي هنا عند الجزء ده ونيجي نقوم عاملين هنا كده بالظبط كده، جايبين هنا طبعا هي لازم تكون عند الجزء ده بالظبط. نيجي هنا وندهش شيفت طبعا وندهش هنا كده بالطريقة دي، وبعد كده اقوم عذرا احنا بس عايزين نجيب ال دي تبقى هنا عشان تبقى مع البداية دي. بعد كده نجيب بين تول تاني ونقوم دايسين هنا بالشكل ده بالظبط. بعد كده هروح اخلي دي في الاخر هنا بالشكل ده، وهنا في وهنا بالشكل ده بالشكل. طيب بس عايزين ندخل النقطة دي شوية كده بالظبط كده. طيب ممكن نطلع النقط دي كلها فوق سنة، اعمل اوبسليت واطلعهم فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اوكي، واقلل النقطة دي شوية كده ماشي، واقلل النقطة دي كمان سنة كده. اوكي، بعدين هاجي هنا واقول له جريدين اوفرلاي. نخلي اللون اللي فوق ده كده او اللون فوق اللون ده، ونخلي اللون اللي تحت نفس اللون ده كأننا لما وصلنا.
اللي فوق برضه سن صغيرة. اوكي وبعدين هبدأ من هنا اقلل الاوباست شوية. طبعا هو هنا لما قللت الاوباستي اداني اللون بتاع الابيض اللي هو اللون الاساسي اللي انا بنيت بيه اللير اللي هو اللون الابيض. طيب الحل ايه؟ انا هخلي الاوباستي ده 100%. اوكي وبعدين هقوم رايح على اللير نفسه وقلل الاوباستي بتاع اللير نفسه. شايفين لما قللت الاوباستي بتاع اللير بين لي فعلا الحاجات اللي ورا، تمام، على عكس لما قللت الاوباستي بتاع الجريديان، تمام، ما كانش اداني اي حاجه. هو قلل الاوباستي بتاع الجريديان نفسه اداني اللير. يعني ايه؟ تعالوا نفهم الجزئيه دي عشان الجزئيه دي مهمه جدا لوحديها كده. انا عندي مربع اهو بوكس، البوكس ده لونه نبيتي، فانا لما هروح اعمل له جريديان اوفرلاي هنا باللون ده وابدا اقلل الاوباستي، لما اقلل الاوباستي هيديني اللون النبيتي اللي هو تحت اصلا اللي انا عامل بيه اللاير، تمام. انما لما اقلل الاوباستي لللاير نفسه هيديني اللي وراه، اللي ورا اللاير اللي هو الابيض بقى، تمام. هل وضحت الفكره؟ اكيد. اوكي طيب، فانا قللت الاوباستي دلوقتي لللاير نفسه عشان يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه. طيب طبعا هو هنا عامل زي شادو صغير كده للبوكس ده هنا، فهنجيب طبعا اداه الريكتانجل تول مثلا ونيجي من هنا ونبدا نرسم ريكتانجل تول كده بالشكل ده كده. اوكي دلوقتي هنغير بس اللون ده، ندي اللون اللي هو الاغمق هنا. طبعا هناخده ونحطه تحت اللاير ده بالشكل ده. طبعا ممكن بقى نديله جريديان اوفر، نديله جازيوم بلور، نروح على 3D يعني فلتر ونقول له بلور، نقول له جازيوم بلور. هيقول لك انت عايز تعمل ريسترايز اللاير ده، هقول له اوكي. ممكن طبعا نخليه مثلا واحد واحد اعتقد كويس يعني، تمام. نبدأ ناخد بقى اللير ده كابي اللي احنا خدناه عملنا له الشادو، نحطه هنا نكرره بس هنا بالشكل ده، ندوس كنترول تي عشان نعمله فري ترانسفور ونبدأ نصغره على حسب ما احنا عايزين بالشكل ده. هو المفروض مبدئيا بيتصغر لحد هنا كده، ننزله سنة تحت كده كده، نقول له امتى بعد ما نخلص اكتيفال بيكسل. ادي الشكل اهو. هو طبعا هو هنا مدي اوباست شوية للجزء ده، يعني ممكن نخلي ده مثلا 70. اوكي نخليه هو عايز اعلى سنة 80 مثلا، 80 مناسب اوي يعني. اوكي عايزين بس نصغر الشادو ده. اوكي هيبقى ناقص لان احنا نرسم البيت ده بقى، فانا اعتقد ان الرسمه سهله يعني مش صعبه. هنروح بس نتاكد ان هو متواضع باث، نبدا نرسم البيت بتاعنا عادي خالص. تعالوا بس الاول نعمل كنترول ط عشان نبين الجايدز دي، نبدا نرسم على اساسها البيت. ادي مربع اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، نخص هنا سنه صغيره كده، نحط نقطه ثانيه بعدين هنا كده، نبدأ نرسم الباب بقى بتاع البيت هنا مثلا، هنا كده مثلا. بالشكل ده. بعدين هنروح نحطه فوق خالص بالشكل اللي انت شايفينه ده، ونبدأ نختار اللون يكون ابيض طبعا. وبرضه لاحظوا هنا ان هو معمول له اوباستي، برضه نعمل له شوية اوباستي بالشكل ده. وبعدين هنقول له كنترول تي ونقول له من هنا ديزورت، ديزورت عشان نديله الريسبكتيف بتاعه او نديله المنظور الخاص بيه. طبعا هو الطبيعي، عذرا، الطبيعي طالما الفولدر مفتوح او مايل لبره فهيبقى الجزء اللي فوق من البيت هيبقى اكبر شوية من الجزء اللي تحت.
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان يدي ايحاء ان هو البيت ده مفتوح مع مع الفولدر نفسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. يعني اعتقد كده مناسب قوي للوضع بتاعنا. وطبعا هنا باين عيب ان النقطة دي، النقطة دي اكبر من النقطة دي، ممكن ندخلها في لنا كده. نزوم قوي. ابتدي هنا مثلا كده، نزل النقطة شوية كده. بالظبط كده ظبطت، 3 مربعات 3 مربعات تمام. هشوف الوضع من بعيد قوي في الاكتي والبيكسل الوضع عامل ازاي بالظبط. تعال نشيل الجايد لاين ونشيل الشكل اللي انت شايفينه ده. طبعا هو لسه عايز يظبط برضه شوية البيت. ممكن نجيب ده كده بالشكل ده. دي مظبوطة، نظبط الحتة دي. صور بقى سنة. يعني اعتقد كده تمام. طيب اخر بقى حاجة عشان نبقى خلصنا الموضوع كله، اللي هو الشادو اللي تحت ده هنعمله ازاي. هنجيب بس الابلتك مارك تول، نبدأ نعمل حاجة صغيرة اوي كده تحت بالشكل ده، ونخليها اخر لير تحت، ونخلي اللون بتاعنا اسود شوية، ونقول له alt backspace بالشكل ده، ونبدأ نطلع الشادو ده فوق سنة بالشكل ده. نقول له كنترول اف بالشكل اللي انت شايفينه ده. ممكن طبعا نطلعه فوق سنة كده صغيرة يعني كده مناسب. في نقطة بقى صغيرة أخيرة، شايفين الجزء ده من تحت هنا هو مش مظبوط، زي يعني عندنا هنا الجزء اللي تحت ده مش مظبوط، لأن هو عامل هنا جريدينت صغير كده. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح نجيب، نعمل أول حاجة سيلكشن على اللاير ده. عملنا سيلكشن، وبعدين نعمل نشيل من السليكشن الجزء ده الصغير اللي فوق ده، نشيل منه عشان احنا عايزين التأثير يبقى على تحت بس. أزرق. بعدين نعمل لير ونختار اللون ده، ونروح على جريديان ونقول له خلي الجريديان اللون اللي شفاف بالشكل ده. انت نرسم بقى كده بالجريديان بتاعنا. نقول كنترول دي. طب هو انا عملت ايه دلوقتي؟ بصوا كده شايفين الفرق؟ شايفين بقى دلوقتي الفرق بين دي ودي؟ يعني تقريبا الفرق معدوم تقريبا. تمام، تعالوا كده نشيل الخلفية بقى خالص، بقى الوضع باين جدا. احنا بس عايزين نقلل المساحة دي سنة كمان، يعني خليها كده كويس قوي، ونقلل دي كمان عشان تبقى مظبوطة اكتر كده. تعالوا نشوف الوضع بتعمل ازاي. دي صغيرة قوي، ممكن نكبرها سنة صغيرة يعني كده كويس. احنا كده حكينا الايكون دي هنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا الموضوع ده من شفته بسيط جدا، مفهوش اي مشكلة خالص. هو الموضوع كله زي ما قلنا في الأول عبارة عن فكرة. طالما عندك الفكرة هيبقى الموضوع بسيط جدا معاك، مش أكتر من كده، هيبقى مجرد تنفيذ مش أكتر لفكرتك. طبعا احنا ممكن نعمل تعديلات كتيرة على الأيكون ده عشان تبقى بشكل أحسن وأفضل. بس فطبعا عشان تتعلم أكتر في الموضوع ده، كل اللي عليك إن انت هتروح لمواقع الأيكون زي ما قلتلكوا أيكون فايندر، تبدأ تشوف ايكون تكون صعبة ومعقدة شوية، تلاقي كلها على فكرة، هتلاقي لو بصينا كلنا
لان كلها اختلاف درجات الوان. يعني تعال نشوف كده مثلا ايقونة زي دي 3D، زي ما انتم شايفين كده هي عبارة عن لون، هنا افتح ازرق افتح فاتح، هنا ازرق اغمق، هنا ابيض غامق، هنا افتح كده، العتبة الباب كلها الوان يعني بسيطة. يعني لو سحبنا الايقون دي مثلا كده على الفوتوشوب هنلاقي الموضوع بسيط جدا جدا، لما تزوم هتلاقي الموضوع بسيط، يعني مش اللي هو معضلة. هي ممكن من بعيد تبان الموضوع، شايفين بسيطة جدا. هو لون هنا ازرق، ازرق فاتح، هنا ازرق خطوط ازرق، وبعد كده مربعات هنا ومربع ازرق، وهنا مربع ابيض فاتح فاغمق فاغمق فافتح. يعني هي مجرد توزيع مربعات مش او توزيع الوان مش اكتر. طبعا المثال ده ان شاء الله هيبقى اللي احنا عملناه هيبقى بي اس دي مفتوح ان شاء الله، هحطلكوا على مكان ما هتلاقوا الشرح اللي انتوا بتشوفوه ده. نعم سيفه بس. ايكون هتلاقوا اسمه فولدر ايكون ان شاء الله، هرفقه في المكان اللي هتلاقوه في الشرح ده ان شاء الله، تلاقوا الملف المفتوح المصدر ده. اتمنى يكون درس سلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.